الحمد لله انا خلصت فيديو الساعه دلوقتي 12 وانا صاحي تقريبا من الساعه 9. ده كده بروجريس، كده تقدم حلو قوي. رقم واحد. رقم اتنين، انا مقرب الكاميرا قوي علشان انا مش لابس تيشيرت، فما بقاش في موضة محرج ولا حاجه. فخلينا نبدا فيديو النهارده على طول كده. كتير مننا لما بنيجي المانيا او بنيجي اوروبا يعني، بس يعني خليني في المانيا عشان الحاجه اللي انا عايز اقولها دي تقريبا هي عنوان الفيديو، هي في المانيا. لما بنيجي المانيا بنفكر دايما واحنا راجعين بلادنا العربيه او اي بلد انت قاعد فيها يعني ان انت تجيب هديه من هنا. فمعظم الناس يعني بتجيب ايه، شوكولاتات، عشان يعني المانيا برضو مش اشهر بلد في الشوكولاته، ولكن يعني الشوكولاته يعتبر ايه، هديه رقم واحد اللي اي حد بيجيبها من اي بلد. وفي مننا اللي مش مهتم بالهديه ولا حاجه ولكن بيحب الشوكولاته. فالنهارده انا هوريك اجمد نوع شوكولاته وارخص نوع ممكن تجيبه في المانيا، ولو جبته هديه لاي حد هيعجبه جدا جدا جدا. اولا النص كنكه ديت، ده اسمها نص كنكه. نص يعني نتس، وكنكه ديت معناها البتاعه دي اللي هي بتاعت عين الجمل، لما تيجي تحط فيها عين جمل وتكسره فده الاسم. وهي عباره عن شوكولاته زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده، جواها الحبوب اسمها ايه، اسمها ايه البتاعه دي، لوز؟ لا مش لوز، اسمها بندق. هي يعتبر شوكولاته بالبندق، ده بندق والمفروض يعني ده شكلها. فهي فيها فعليا مش قطع مثلا بندق مكسره ولا حاجه، لا ده هي فيها، انا هطلع واحده مفتوحه اهي، فيها بندق يعني القطعه كامله فيها جدا يعني. خلي دي بس عشان ناخد عنوان الفيديو، صوره الفيديو هنا ولا ايه؟ بقالي ساعه باخد صوره الفيديو. اولا الشوكولاته دي طعمها نفسها جامد جدا، يعني طعم الشوكولاته رهيب، بجانب قطع البندق اللي فيها طعمها كده مسكر وكامله. انا هحاول اطلعها قدامكم. فهي طعمها جامد وسعرها مش غالي جدا، يعني تقريبا دي ثمنها المفروض 90 سنت، يعني ارخص تقريبا باكت شوكولاته هتجيبها زي كده، ولكن هي دايما بتبقى في العرض، دايما بتبقى في العرض. فانا جايب دي الواحده جايبها ب 50 سنت، 50 سنت بس يعني تقريبا نص يورو. طعمها رهيب، طعمها فعلا رهيب. يعني الشوكولاته دي مثلا لو في مصر عندنا في شوكولاته شبيهه لها عمرها ما هتكون ب 10 جنيه، دي كده عمرها ما هتكون ب 10 جنيه. لان 50 سنت تقريبا في 20، هو اصلا ب 19 وشويه، يعني 20 جنيه، 20 جنيه نص يورو، يعني 10 جنيه، عمرها ما هتكون ب 10 جنيه. فانت لو في اوروبا او في المانيا، تقريبا برضو موجوده في اوروبا، وعايز تجيب شوكولاته هديه وانت نازل مصر، هات من دي، صدقني جامده جدا جدا جدا. انا يعني قلت ابدا بدايه سريعه كده وابدا بموضوع الفيديو على طول. في الاول خلينا نبدا اليوم بان انا انزل اجيب لبن عشان ما فيش غير نص واحده، واحنا عشان كايفين قهوه يعني بنشرب كتير، فلازم لبن. وكوكو راجع من كندا، فاضل لها تقريبا 10 دقايق وتوصل بيت. انا برغي كتير قوي. اوكي انا نازل. بوبي الحمد لله على السلامه. عسل الحمد لله على السلامه. ايه الحسن ده؟ طب هيلاقي النضاره؟ طب ما فيش شمس. كيتس كان اظن اهي بيكلاوت بغله بغله. اه اجيب علبه او علبتين لبن. والمفروض لبن لما بنجيب لبن يعني المفروض ان احنا يعني بنجيب علبه كبيره كده بيبقى فيها 10 او 12، بس دي عايزه عربيه يعني مش هينفع في الشنطه دي، ولكن انا اصلا متكسل اخد العربيه، فانا راح اجيب واحده او اتنين وخلصت على كده. ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ ايه ده؟ يا لهوي يما على البورشه الكهرباء. بقى ايه بعد الاربع علب دول ما يخلصوا يعني اخد العربيه وانزل اجيب كرتونه عشان انا راجل كسول. بجد اي نعم انا جايب السكيت بورد دوت تقليد يعني واحد يوتيوبر اتكلمت عنه مليون مره، ولكن انا عايز اقول لكم ان هو متعه، اقسم بالله متعه رهيبه جدا الى ما لا نهايه وغير قانوني. المفروض بيحفروا الارض كده جنب البيت عندي علشان بيبنوا عماره جديده، بس انا اول مره اشوف نظام الحفر ده عشان تبني عماره يعني. اوكي السكيت بورد الاثنين عايزين يتشحنوا. حلو قوي حلو قوي الكلام ده. المفروض ان النهارده اليوم الرياضي، ليه بقى؟ لان انا عندي بطوله، وفي البطوله دي احتمال العب ماتشين. والبطوله دي انا بلعبها ليه بقى؟
بلعبها علشان احسن الترتيب بتاعي، الترتيب بتاعي في البطولات يعني والتنس وكده. رقم 2 البطوله دي علشان في اخر الدنيا، انا ما خدتش بالي اصلا وانا بحجز يعني بحسبها قريبه، مكتوب 55 دقيقه، فده بالنسبه لي سفر اصلا سفر. فعلشان كده في البطوله النهارده هلعب ماتش، والمفروض بكره ماتش وبعده ماتش وبعده ماتش طبعا كل ما بكسب. اللي انا هحاول اعمله النهارده هكلم مدير البطوله وانا هناك، بحيث اللي انا هلعبه لو انا كسبته واللي عليه الدور بكره هيلعب برده معايا في نفس الوقت، لو كسب الماتش بتاعه ان احنا الاثنين نلعب الماتش بتاعنا في نفس الوقت بعدها على طول، بحيث ان انا ما ادبش المشوار يعني كل يوم، يبقى ايه كل يومين ماتشين ولا حاجه، او حتى بكره كمان العب ماتشين ما عنديش اي مشكله خالص، بس بحيث ان انا اوفر شويه، لانه في البنزين ده هيكلفني اكتر ما البطوله اصلا تتكلف خالص. ساعه دلوقتي 4، الماتش بتاعي 5:30، فانا ربع ساعه واتحرك بحيث ان انا اوصل 5:15. تشاو شات. تقريبا وصلت، فالكاميرا الكبيره مش هاخدها معايا جوه طبعا في البطوله يعني هتبقى ملهاش اي لازمه خالص، ولكن انا النهارده هحاول ان شاء الله ان انا اصور كام مشهد وانا بلعب في البطوله، مش علشان بس احطهم في الفيديو، ولكن دول ليا برده، عايز اتفرج على نفسي وانا بلعب، لان انا عمري ما صورت نفسي وانا بلعب فعلا بطوله او ماتش يعني، فاهم انت ايه منازعه يعني منافسه، ايه منازعه دي. انا فاضل لي بالظبط 6 دقائق وابقى في الملعب. للاسف معرفش اصور اي حاجه لاني نسيت يعني. الحاجه الحلوه ان انا كسبت الماتشين بتوعي، والحاجه الوحشه ان انا للاسف نسيت اصور اي حاجه، ولكن تكمله البطوله بكره او بعد يومين، فان شاء الله ان شاء الله يا رب لو في لعبه بكره الحق اصور ان شاء الله باذن الله. انا طالع دلوقتي لفرانكفورت 50 دقيقه بالظبط، ولكن لازم امون، لا يوجد بنزين. اجيب اكل سريع كده من ماكدونالدز علشان ايه الطريق لسه طويل، قدامي 55 دقيقه وانا جعان بصراحه جدا يعني، ما اكلتش حاجه من الصبح خالص. حلاوه المكسب. الطريق اللي انا ماشي عليه ده فعليا طريق خطر. ليه؟ لان كل شويه يظهر علامه اللي هو خلي بالك الطريق دوت فيه ممكن غزاله تيجي من اي مكان كده تسك تعدي قدامك. انا لسه شايف دلوقتي عربيه زي اسعاف كده وعربيه بوليس موقفين الشارع الناحيه اليمين بس الشغاله اللي انا فيها. ليه؟ علشان في عربيه لسه خبط غزاله حالا، فالغزاله طبعا يعني ميته على الارض، والعربيه طبعا من قدام متفشخت او الاكسدام بتاعه او الازاز حاجه زي كده، فلازم طبعا يبلغ علشان ايه البوليس يسجل ده، فالتامين يجي ويسجل حاله يعني عشان التامين هو اللي هيدفع. وبصوا دلوقتي انا دخلت في غابه بقى، فده يعني اللي هو ممكن يطلع خنزير بري وممكن يطلع غزاله، فربنا يستر بقى. ده طبعا غير ما تكون ماشي مثلا جنبيك جبل مثلا يعني حاجه زي الاشجار اللي فوق دي، بس تبقى على تل مثلا، فتلاقي يافطه ثانيه محطوطه لسه شايفها وانا جاي، خلي بالك ممكن تلاقي حجر من فوق نازل. يعني لو اخلي بالي ازاي؟ طيب يعني لو حجر نازل اعمل ايه يعني؟ هموت، هينزل العربيه هيطبقها او العربيه هتتقلب يعني، افاديه ازاي؟ ما انا اعرف منين، هتلاقي مره واحده جاي من الجنب زي ما بنشوف في الافلام كده. ف حاجه غريبه في الطرق بصراحه، خلي بالك من الغزلان. حاضر، اول ما اشوفها هفرمل والله اعدي. ماشي، طب ازاي اصلا السرعه 100 ازاي؟ مش فاهم. فضل قد ايه؟ فضل نص ساعة واوصل البيت. انا عارف ان الفيديو النهاردة عن الشوكولاتة يعني شفتوه في اول فيديو، ولكن المفروض النهاردة يعني تكملة الفلوج ان هو يوم رياضي طويل جدا، فما صورتهاش يعني، معلش سامحوني لو الفلوج خلص على كده. هلوشن ملوشن. هلو. بجيتس يا عسل. بس اسمي ايه؟ الفلوج اللي نزل امبارح او الفيديو اللي نزل يعني اخر فيديو نزل معرفش امبارح ولا امتى، كنت بتكلم على اجمد مسلسل كوميدي شفته في حياتي. المسلسل ده شغال عندنا في البيت 24 ساعه. Don't stare, it's not my beat, y'all bet. I pull up on the block in a beat, pull back, yeah. Ride around the city with a stick.